بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا ومرحبا، هالليله ليست ليله عاديه، بكل لغات العالم نقول لكم ويلكم اسول مرحبا في هذا العرس الرياضي الكبير والكبير جدا تحت انظار الملايين. نعم اعزائي المتابعين، كرة القدم الوحيدة التي نعم اصدقائي المتابعين، هذه مباراة شكلية والمباراة الماضية بشبكة، مش ممكن هكذا نعطيكم افضل نسخ دوري رمضان، مش ممكن ولا يمكن ان تنتهي الحكاية. نعم مباراة اخرى ستكون نارية، نارية هيتشوفية بعد الحداثة القادم عبر بوينوس ايرس اسمه ابن قيدة، والتالي حمراء او حي اولاد القادة للشهداء. نعم مباراة في التاريخ اصدقائي المتابعين، هكذا نصول وتعامل بالشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، معكم رئيس جمعية الخير للتنمية والرياضة محمد صويري. حنا منظمين دوري السامبا، وهذا اليوم كيشهد على الافتتاح ديال هذا الدوري، والحمد لله هذا الدوري عملنا واحد المباراة كريمية بداية الدوري ديالنا. وكما كتلاحظوا بان هذه المباراه حضر فيها عديد من اللعابه اللي كيلعبوا في البطوله الوطنيه، الحمد لله شرفوا بينا وجاو عندنا وجاو يكبروا بالحي ديالنا اللي هو حي بني ورياغ الثلاثه حومه صدام، منهم اللاعب عادل المرابط اللي كان كيلعب في اتحاد طنجه سابقا من المغرب التطواني، كذلك خالد الصروخ ابن مدينه طنجه، كذلك كان كيلعب في فريق اتحاد طنجه. كنشكرهم على هذه الزياره وعلى المباراه التكريميه اللي عملوا لنا في الحي ديالنا، اللي غادي تعطي واحد الاشعاع المنطقة وخصوصا مقاطعة بني مكادة. وحنا بغينا مقاطعة بني مكادة ان هي تكون عندها واحد الصورة ديال الرياضة وديال الاخلاق وديال التنمية، والحمد لله نتمنوا هذا الدوري يمشي في النجاح وما يوقفش هنايا، ويكونوا عديد ديال الزوار اللي يجيو عندنا. والحمد لله في عدة ديال النسخ كانوا كيجيو عندنا زوار لاعبين كبار، والحمد لله النجاح كيبقى في الفضل ديال الجمهور النظام ديالو واللجنة المنظمة اللي كتسهر على ان هذا الدوري يجوز بأحسن الظروف، خصوصا أننا عندنا 32 فرقة ومن الصعب أن تنظم 32 فرقة، وخصوصا في واحد الوقت اللي هو وجيز ديال شهر رمضان 30 يوم، ولكن بعلم التجربة اللي عندنا والإخوة اللي معنا في الجمعية والأفكار ديالهم، الحمد لله قدرنا نتغلبوا على جميع الصعوب، الحمد لله كنفوزوا الدوري في احسن الظروف وراه كينافس على الصعيد الوطني. وكنشكروا قناه الطنجاوي على الزياره، مرحبا بكم وشكرا بزاف. الله يحفظك. نعم يا جمعيه الخير والتنميه من رحم المعاناه السلام عليكم. بعدان احنا الصراحه فرحانين بهذا الافتتاح هذا اللي عملته، وكنشكروا المنظمين، كنشكروا الجمهور، كنشكروكم حتى نتوما اللي كتجيو معنا وكتكبروا بينا، والله يوفق. نتمنى هذا الدوري هذا يدوز بالاخلاق والاداب وما يكونش فيه صداع، حيت كنظن هذا من الدوريات اللي باحسن دوري في طنجه. وشكرا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.